اليوم كان إعلان على انطلاق التعامل البيني بما يخص الأداء عن طريق الهاتف المحمول. يعني ما معنى التعامل البيني؟ حيث أن أي شخص عنده هاتف محمول يمكنه يتعامل مع أي مؤسسة من اختيار دياله، أي بنك مثلا أو أي شركة ديال الدفع، لأن عندنا شركات كنت تسمى شركات الدفع الجديدة اللي هي ماشي بنوك ولكن عندها نفس يمكن لها تقدم نفس الخدمات بالنسبة للأداء عبر الهاتف المنقول. يمكن الإنسان أنه يصل مثلا النقود لأي شخص بلا ما يتسأل هذاك الشخص مع من كيتعامل، أي بنك ولا أي شركة ديال الدفع. يعني ضروري أن يكون التعامل بيني 100%، وهذه يعني أعتقد شخصيا حسب معرفتي بالسوق العالمية أول مرة كينطلق واحد النظام الأداء الإلكتروني عبر الهاتف بطريقة يعني كتمكن من الأداء البيني، يعني لانتر اوبيرابيليتي، الأداء البيني بين جميع المؤسسات. وهذا هو اللي كان اليوم إعلان عليه بطريقة رسمية، بحيث أن اليوم كل شيء جاهز باش يمكن إن شاء الله يبدأ التعامل بالهاتف النقال للأداء الإلكتروني بطريقة يعني مفتوحة بدون أي قيود وبطريقة مبسطة كذلك كما جاء في التقديمات اللي شفنا هذه الأشياء هذه، وبالأخص فيما يخص رقم الحساب ديال أي شخص هو الرقم الهاتف دياله، بسيط جدا لأن أي واحد عنده الرقم الهاتف دياله وعنده رقم الهاتف ديال كاع الناس، العائلة دياله ديال الأصدقاء دياله ديال ولاده إلى آخره. اللي غيبغي مثلا يرسل واحد المبلغ معين لواحد الشخص اللي هو من الأقارب ديالو أو الأصدقاء ديالو عنده الرقم ديالو، ما يحتاج حتى كاع يسولو شحال الرقم ديالك. هذا المشروع كيدخل في واحد النطاق ديال الشمول المالي، وكتعرفوا راه التوينا على هذه الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي اللي تحت دراسة مع وزارة المالية، وهذا الشيء ديال الاقتصاد الرقمي هو واحد أساس من الأسس ديال هاد الاستراتيجية هذا. وحنا بدينا بهاد الهاتف المنقول كوسيلة اللي غادي تساعد باش تكون هاد السياسة، هاد الاستراتيجية ديال الشمول المالي يمكننا نحطوها على ورد الأرض الواقع، وهناك مشاريع أخرى كتدخل في هاد النطاق كذلك. وحنا ننتظروا باش هاد المشروع هذا ينقص من التداول بالنقد، وكذلك تساهم في الاقتصاد الرقمي، وتساهم كذلك من الرفع من الشمول المالي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.